يا ربي تسامحني على ذنوبي اللي عملتها، بس شو هالذنب اللي عاملته يعني؟ بس لهلأ ما عرف حدا إنه هالخطة كانت من تخطيط غزالة. مبارح ديل روبا ساعدوا لعلاء الدين بنقل الصندوق. بتحب إني ساعدك بشي؟ إيه. خير شبك؟ كأنه صار معي شد عضلي. طيب بتحب إني أعالج لك يا؟ لا لا شكرا، أنا بعالج حالي، بس مثل مشايف الصندوق تقيل رجاء. أي خلص أنت ما تحمل هم، أنا ببقى بوصله على الغرفة. تكرم. ممنونك كتير، شكرا. بعد هديك الليلة وقتها طلع الصوت. وبعد ما طلعت رازية من غرفتها صارت الأمور أسهل بكتير. وبعد ما حطيت رازية فيه رميت الصندوق بالمي. بس لو ما يا منحوس، أنا بسببك أنت كنت انمسكت. ستي يا الله، أنا هون. صباح الخير ستي. أهلا. جبت لك معي أدويتك، تفضلي. يسلموا إيديك ابني. أدويتي باخدن بس إذا كنت بدي أعيش، بس أنا ما بدي شي من هالدنيا غير الموت. ستي شو هالكلام يلي عم تقوليه من عند الصبح؟ ما بدي أي أعذار، خديهن بسرعة. طيب طيب ببقى باخدن. رازية كيفة؟ أمي صارت أحسن ستي، وأنا بعتذر منك بالنيابة عن نور وشهرة. لا يا ابني ما في داعي إنك تعتذر أبدا، لساتن صغار، هنن حركاتن كلها مولدني، بس أنا مسامحتن هنن التنتين. شوف يا ابني، ما كان في داعي إنك تزعلها لشايرة، كرمالي أنا ستك، روح وطيب خاطرة. ستي خلص أنت ما تاكلي هم شي أبدا، لأنه أي خلاف أو سوء فهم ما ممكن يستمر بيناتنا. هلا المهم تاخدي أدويتك بسرعة وبروح وبراضية لمرتي فورا. ايه روح يلا. أكيد. يا غبي، أنا جبتك لهون لحتى تساعدني بخططي، مو لا تصعبون علي. بوعدك هالغلطة ما عاد تتكرر. بوعدك ستي، رجاء سامحيني. وإذا بترجع بتعيدها بدي أقفل عليك بالصندوق وارميك بالنهر، فهمان؟ يلا روح من هون، انقلع يلا، روح اشتغل شغلك اللي جبتك من شانه. وأنت يا أذان يلا روح لعند مرتك لشوف واقنعها، والله بيعلم إذا كنت رح تاخد فرصة تانية. تفضليكي لأمي. أذان وينو بنتي؟ أمي أذان راح لحتى يعطيها أدويتها لستي. هلأ عن جد أنتي شايفة إنك تزحلقتي ووقعتي بقلب الصندوق؟ ماني حابة أحكي بهالموضوع شايرة، وماني حابة أتذكر هديك الحادثة السيئة،
بصراحة مو مريحني غير شغلة واحدة، إنه هاي المصيبة صارت معي أنا مو مع حدا فيكم. أمي أنا كنت حابة أسألك عن شي، ليش الأمور بينك وبين ستي متوترة لهالدرجة؟ وليش كانت عايشة بعيدة عن الكل طول هالسنين؟ انسي هالموضوع شايرة، هاي جروح قديمة كتير وإذا فتحتيها بتوجع أكتر. طيب أمي، آزان ما بيصير يعرف أبداً شو الحكي اللي قال لي يا أسجار بهداك اليوم. في قصص إذا ضلت مخباية بيكون أحسن بكتير. شفتي بعيونك يا شايرة، شفتي ستي وشفتي طبعا، وحتى من قبل هي كانت تعمل لك مشاكل كتيرة. صحي ماما، أنت ليش ما بتحكي معها فوراً؟ ليش ما بتقلي لها أنه تطلع من البيت؟ يعني إذا بقيت رح تحاول كل جهدها تفرقنا. شفتي شو عملت وكيف قدرت تفرق شايرة عن آزان؟ نور هاي بتضل كبيرة العيلة وتعتبر إهانة لألنا إذا قلنا لا تطلع منها. وشو مشان إهانتها اللي ما بتخلص؟ هالشي ما بيعني أبداً أنه ننسى تربايتنا وأدبنا، يعني لحتى نضل مهذبين نحن لازم نضل عايشين بتوتر؟ هذا الشي ما بينطق. نور أنا رح أضل أتساهل معها وأتحمل منها طالما أنا هدفها الأساسي بهالبيت، بس إذا بتفكر تقرب على حدا من ولادي ما بيعود إلها قاعدة هون ولا سنة. أنا لازم خبر ستي بهذا الموضوع. آزان لسه لهلأ مزعلة؟ مو مشكلة أمي، هو ما غلط بشي. أنا غلطان. أنا آسف شهرة. ليكي، أنا عن جد حبيبتي بعتذر منك. بعرف إني كنت قاسي معك ليلة امبارح وصرخت، بس ما بعرف شو صار لي. ستي كانت متضايقة كتير وعم تبكي، وأنا بصراحة ما قدرت شوفها وهي بهالحالة. شايرة، نحن إذا ما قدرنا نسعدها لستي وما قدرنا نأمن لها الراحة وهي بهالعمر اللي وصلت له، يعني على الأقل نخفف ألمها. تعرفي قديش ستي مرقت بظروف صعبة كتير. بصراحة هي يلي بعتتني لهون وقالت لي روح لعندك وقلك أنا آسف. حنان وعطف آزان على ستة وحكيوا بهالطريقة عنها عم يخوفني ويضايقني كتير. خايفة تكون هاي وحدة من ألاعيبها. عن جد أنا آسف شهرة. صراحة وأنا كمان آسفة. روقي شوي، وليش عم تعتذري منه هلأ؟ أنت محظوظ كتير يا آزان، شايرة أحسن منك، بكفي إن سامحتك بسهولة. وليش أنت شو دخلك بقى يا نور؟ بكفي بياها. يا الله، احميلي ولادي واحفظهم من خطط حماتي وألاعيب السيئة. قلي الحقيقة، أنت ما عملت شي؟ اكتب لك إقرار؟ كم مرة بدي أقول إنه كل شي صار مع الملكة رازية أنا مالي أي إيد فيه. طيب وين كنت مبارح؟ مبارح؟ رحت مشان خبي شغلة. شو بدك تخبي؟ أنت لسانك ما بيفوت لحلقك، بتضلي نازلة حكي حكي حكي، أصلاً داء خلقي منك. بس راسي ما عم يهدى وأنا عم فكر وما رح أرتاح لحتى أعرف مين هذا يلي حاول يقتل رازية. يعني على أساس ما بتعرفي أبداً؟ العدوة الأولى لكل كنة بهذا الكون هي الحماية. كل شي صار مع رازية لحد هاللحظة كانت أمي هي يلي وراه. فهمتي هلأ؟ أمي حبيبتي، ما رح أكذب عليك يا روحي، أنا كتير مبسوطة من كل شي صار ليلة امبارح وطاير عقلي وفرحانة كتير. أنتي عن جد فظيعة.
بقلب البركة مي وبقلب المي صندوق وبقلب الصندوق رازية. حبيبتي إذا بتورجيني هيك مناظر كل يوم ما بشبع منها أبداً. قلي لي أمي، عملتي كل هالشي لحالك ولا في حدا ساعدك؟ شو هالسؤال؟ أكيد في حدا ساعدك، مو معقول هيك قصة كبيرة بتعمليها لحالك، بس مين هو اللي ساعدك؟ قلي لي بعدين بقلك. بدك تعرفي؟ تعي لشوف رح فهمك مين. أزجار. امشي أزجار. أمي بترجاكي تركيني. عم تتحديني ما هيك؟ لا يا أمي ما وضحة. أنا رح علمك درس ما تنسيه قليلة الحياة. عم تشكي فيني؟ يا عيب الشوم عليكي قليلة الحياة. لعمة سكتي خرسي. يا عيب الشوم صار بدك ترباهي. ستي شو صاير روقي؟ شو بده يكون صاير؟ يا ابني اللي صاير إنه هاي اللي اسمها كنتي عم تتصرف مثل البقية وعم بتشك فيني أنا. عم بتقول إنه كل شي صار ليلة مبارح أنا اللي كنت وراه. ابني أنت اللي لو ما أنا كنت هون ومنعت رازية ما كان أزجار وهالوقعة هاي هلأ قاعدين بسلطان بورو وبعاد؟ بس طلعت أنا عاملي معروف مع ناس ما بتستاهل. غزالي اللي ما عملت أي ذنب صار الكل يشك فيها. يا عيب الشوم. ستي بترجاكي روي، بترجاكي اهدي هلأ، اهدي وما في داعي إنك تتوتري وتضايقي حالك. وإذا الكل قالوا إنك أنت وراي اللي صار، أنا بعرف إنك ما بتعملي هيك شيء. يا ابني أنت بس شوف رازية أمك ومرتك شايرة وهي بنت الخدامة كلياتهم عم بيحطوا الحق علي، وأنا بعرف هنن عم يتهموني هالاتهامات منشان يقدروا يقلعوني برات البيت. أنا فكرت بالموضوع قبل ما يجي وقت ويقلعوني هدول، أنا لحالي رح أطلع من البيت ورح أخذ أزجار وسوريا معي. نحن معك؟ لوين؟ سلطانبور. شو هالمصايب اللي ورا بعضها؟ هلأ عم تحكي مثل الحموات؟ يعني إذا فعلاً ناوية إنك تاخدينا معك خدينا على لندن، باريس أو حتى اليابان، مكان نرتاح فيه على القليلة. بس أنا حظي السيء شو أعمل؟ إيه رح نروح مع بعض على سلطان بورو عن قريب كتير، وهنيك منبقى منزرع، وهي أزجار هو بيحرط الأرض وبيزرع وبيسقي الزرع كمان، وإنتي بتقطعي الأعشاب وبتحمميننا الجواميس وبتجمعي الروت وبتطبخي. مرتامي أنا إيدي بيتحسسوا. إيه لازم تشتغلي كل يوم بروت الحيوانات لأنه من مستواكي. تعرفي ستي من لما اجيتي أول مرة بتحكي فيها شغلة حلوة، حاسة كأني جاية على بالي وزع حلو على كل اللي هون. بسرعة قبل ما تغيري رأيك، أنا رايحة وانتي ضبي غراضك. يلا نور. ستي ما رح تروح لمكان. آذان أنا آسف ماما، بعرف إنه بينك وبين ستي في كتير مشاكل ولهلأ ما نحل شي منها أبداً، بس من هلأ لبين ما نقدر نحل هاي المشاكل ستي ما رح تطلع من البيت. تعي معي. ستي أنت أخذتي هذا القرار ماشي، هلأ لازم تغيري قرارك وفوراً. أنت بتعرفي أني عشت بلندن لحالي وبعد هالسنين رجعت لهون لحتى أشوف كل عائلتي سوا، ما بقدر أشوفهم متفرقين، وهلأ كلياتنا رح نعيش سوا بسعادة، مو هيك أمي؟ غزالة ما رح تكون مبسوطة ومرتاحة إلا وقت بتجتمع عائلتي فعلاً، وإنتو ما عندكن علم أي ريح ناطرتكن لحتى تدمر حياتكن.
يعني بصراحة وبدون كذب كنت مفكرة حالي متزوجة من عائلة ملكية وحسب ونسب، بس اليوم لحتى عرفت اني متزوجة من عائلة شغل سيرك ومهرجانات ومسارح. شو هالأداء العبقري يا أمي، بتجنني. مو معقول كيف قدرتي تضحكي على عائلة؟ ايه؟ ديري بالك على كلامك يا سوريا، غزالة صار لازم هلأ ترتكب جريمة جديدة. تعرفي شو؟ أنا كنت عم أقول إنه مو معقول كيف قدرتي تستغليني لحتى تحرضي آذان ما شاء الله. بس في عندي طلب صغير بدي إياه منك، إذا بدك تتحكمي بآذان على كيفك. يا ريت ما تخليني أنا الضحية دائما، شعري كتير خفيف. لأنه الخفيف هو عقلك يا سوريا. قلي لي لشوف، انت ليش بطلتي تحرضي لأزقار وكأنك خلاص استسلمتي؟ تعرفي شو القصة بالضبط أمي؟ تفريق هالثلاثة عن بعضهم مستحيل. شايرة، آذان، نور، هدول الثلاثة على طول مع بعضهم، وهالشي من ورا رازية خانم. قربي لهون. ليش؟ تعالي قربي يلا. قربي لعندي، قربي. انزلي لتحت. شوفي، صار شي يعني؟ هلأ رح قلك. اركعي، انزلي على ركبك. مدي ايديكي لقدام. دلكي لي رجلي. يلا بلشي. بس امي، انتي شو عم تعملي؟ فيكي تقولي اني عم ذكرك بمكانتك. أما بالنسبة لمصير هدول الثلاثة، استني وشوفي. شوفي شو راح تساوي غزالي فيهن، استني شوي.